يعتبر بنك مونيس حديث العهد نوعا ما مقارنة بغيره من البنوك، بحيث تم إنشاؤه في المملكة المتحدة عام 2013 على يد نوريس كوبيل، غير أنه لم يجري أول معاملاته حتى عام 2015. ولكن خلال هذه الفترة القصيرة استطاع هذا البنك أن يجذب أنظار العملاء إليه بشكل لافت، وذلك نظراً إلى الخدمات والمميزات الرائعة التي يقدمها والتي استطاع من خلالها التفوق على كثير من المنافسين، حيث وصل عدد المعاملات التي يتم معالجتها سنوياً إلى أكثر من 3 مليار معاملة لعدد من العملاء يتجاوز 1 مليون عميل، وبذلك تم الاعتراف به كأفضل بنك منافس في جوائز التكنولوجيا المالية الأوروبية. وهناك منافسة كبيرة في مجال المصارف وخاصة الإلكترونية منها، لذلك فإن عملية اختيار المصرف الأفضل بالنسبة لك من بين هذه الخيارات الكثيرة أصبحت عملية صعبة إلى حد ما. يتميز بنك مونيس بأنه يمكنك إنشاء الحساب من دون إثباتات معقدة، كما يمكنك إنشاء حسابات متعددة العملات وتحويل الأموال بعملات مختلفة، كما يمكنك تلقي راتبك على حسابك مباشرة، وفي النهاية هو يمتلك فريق دعم متميز جدا. سوف نتعرف في هذا الفيديو والفيديو القادم على طريقة استعمال تطبيق بنك مونيس، كيفية إنشاء الحساب وإيداع الأموال وتحويلها وطلب البطاقة البنكية. افتح تطبيق مونيس، انقر فوق ابدأ، سيسألك عن السماح لمعرفة موقعك، وافق على ذلك. الآن سيطلب منك البريد الإلكتروني الخاص بك، وهنا يمكنك التقدم بطلب مكافأة مجانية إذا كان لديك رمز دعوة من شخص آخر. أكد أنك قد قرأت الشروط ووافقت عليها واضغط على بدء. الآن سيطلب منك إدخال رمز المرور، أدخله وأكده، ثم اختر إذا كنت تريد إرسال الإشعارات لديك أم لا. الآن توجه لبريدك الإلكتروني لتأكيد البريد الإلكتروني، وستجد رسالة التفعيل، اضغط فوق تأكيد البريد الإلكتروني وسوف تنتقل إلى التطبيق مرة أخرى. الآن سيطلب منك رقم الجوال، وسيتم إرسال رمز التحقق برسالة إلى رقم الجوال، عليك إدخاله. الآن عليك اختيار طريقة إضافة العنوان، إما عن طريق تحديده على الخريطة أو إدخال بيانات العنوان كاملة، ثم سيسألك عن العملة التي تريد فتح الحساب بها. في الخطوة التالية سيطلب منك تأكيد هويتك عن طريق الهوية الحكومية أو جواز السفر، عليك مسح الوثيقة على السكانر أو تصويرها ثم رفع الصورة. في الخطوة التالية سيتم طرح بعض الأسئلة عليك، مثل ما الذي سوف تستخدم حسابك لأجله؟ أكمل إجابة جميع الأسئلة. الآن اختر خطة مناسبة مثل بريميوم أو كلاسيك، وكل خطة موضح فيها ما الذي ستعطيك.
طلب الأموال إلى حسابك، اضغط على طلب الأموال ثم اضغط على Request Money. سيتم إعطائك خيارين لطلب الأموال، إما باستخدام NFC إذا كنت بالقرب من الشخص الذي تريد طلب الأموال منه، أو إرسال طلب، وعندها عليك اختيار الدولة ورقم الهاتف والاسم الأول والأخير للشخص الذي تريد طلب الأموال منه. إذا كان الشخص الآخر ليس لديه حساب أموال، سيتم إرسال رابط إليه ليقوم بالتسجيل وفتح. بنكية، اضغط على بنك من الزاوية اليسرى في الأسفل، وهنا سيعطيك بطاقات متعددة باليورو. عليك الضغط على طلب البطاقة وهي مجانية، فقط عليك دفع رسوم تسليم وهي ما يقارب 5 يورو. كما يمكنك من خلال التطبيق إرسال الأموال. افتح التطبيق وانتقل إلى قسم الدفع بالأسفل بالمنتصف، ثم اضغط على علامة الجمع. اكتب الاسم الأول والأخير للشخص المرسل إليه والعملة واسم الحساب إذا لم يكن لديه حساب على مونيس. اضغط على التالي واختر المبلغ الذي تريد إرساله. كما يمكنك إرسال الأموال لشركة باختيار تبويب بزنس، ويمكنك اختيار العملة التي تريدها من هذه الخيارات المتعددة.